واثق الخطى يمشي ملكا، إنه جواز السفر الإماراتي الذي يواصل ريادته وتألقه متصدرا القوائم العالمية لأقوى جوازات السفر. آخر الإنجازات المسجلة حصول الجواز الإماراتي على إعفاء جديد من تأشيرة الدخول، ليرتفع بذلك عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة مسبقة إلى 172 دولة حول العالم. وبحسب مؤشر باسبورت إندكس التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، عزز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات كل من لوكسمبورغ وفنلندا وألمانيا وإسبانيا بدخول 167 دولة دون تأشيرة. الإنجازات المتتالية التي يحققها جواز السفر الإماراتي تقف وراءها جهود جبارة يقودها فريق دبلوماسي متمثل في وزارة الخارجية الإماراتية، واضعة نصب أعينها تعزيز القوة الدبلوماسية للدولة ومكانتها على الخريطة السياسية للعالم. تربع الجواز الإماراتي على قائمة أقوى الجوازات العالمية قاده للحصول على جائزة أوائل الإمارات، وليمنح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وشاح محمد بن راشد. هذه الصدارة للجواز الإماراتي تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير إقليمي ودولي، فضلا عن صورتها الناصعة عالميا كعنوان للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام. العين الإخبارية، رامي زين الدين.